بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 37. كل واحد من الفعل والفعل إنما يثير الحي لما فيه من أصول المتعددة التي يرتبط به أصول وشوال المدن الذي يحصل له الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كل إنسان في هذه الحياة لا بد أن يفعل أو يترك، لا بد أن يفعل أو يترك، ولكن الشأن في النوعية، نوع ما يفعل ونوع ما يترك. إن كان يفعل الخير ويترك الشر فهذه علامة السعادة، وأما إن كان بالعكس يترك الخير ويفعل الشر هذه علامة الشقاوة، فهو يكسب لنفسه أو يكسب عليها. يكسب لنفسه إن فعل الخير وترك الشر، أو يكسب عليها إن كان بالعكس، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد، الله جل وعلا إنما يجازي الناس على أعمالهم التي عملوها باختيارهم وطواعيتهم، أما ما يعملونه مكرهين ليس لهم اختيار فيه، أو يعملونه بجهل ليس عندهم علم يظنونه خيرا ولا يعلمون أن هذا شر، يعذرون بجهلهم. والمكره يعذر بإكراهه، مجنون اللي ما عنده عقل أيضا لا يؤاخذ. الله جل وعلا لا يظلم أحدا، وإنما يجازي الناس بأعمالهم. وأيضا هو يعفو ويصفح سبحانه وتعالى، يعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فهو يعفو عن كثير فضلا منه وإحسانا. فالحاصل أن الله لا يظلم أحدا، فما يجازيه بأعماله خيرها وشرها. وقد بين له طريق السعادة ووضحه له، وبين له طريق الشقاء وحذره منه، فلم يبقى معذرة للناس، لأنهم ما جاءهم نذير، ما جاءهم كتاب، ما أعطوا اختيارا وقدرة. فالله جل وعلا تفضل عليهم بكثير من الفضل، مع أنه لا يحتاج إليهم، هو غني عنهم، لكن هم الذين يحتاجون إليه، فهو مع غناه عنهم يدعوهم ويرشدهم، ومع فقرهم إليه يعرضون عنه ويبتعدون عن الله عز وجل. هذا من العجائب، هذا الإنسان مع ربه عز وجل، الله يدعوه وهو يعرض عنه، الله غني عنه وهو فقير إلى الله، ومع هذا يعرض عن الله عز وجل ويعرض عن داعي الله ويتبع داعي الشيطان عدوه. هذا يعني يترك داعي ربه الذي يريد له الخير، ويتبع عدوه الشيطان الذي يريد له الشر والهلاك. هذا من العجائب في هذا الإنسان. نعم. وكل واحد من الفعل والترك اختيار، يعني إنما يؤثر الحي
فيما فيه من حصول المنفعة الذي ينتفي بحصوله وزوال الذي يحصل له الشفاء بزواله. ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه. قال: هي الشفاء لداي لو ضعفت بها وليس منها شفاء الدائم القلوب. وهذا مطلوب من الشفاء بل الحيوان الذليل، ولكن يرى ربي لأكثر الناس غلطا قبيحا. بعض الناس الحيوانات أحسن تصرفا منه، بعض الناس العقلاء بني آدم الحيوانات أحسن تصرفا منهم، لأن الحيوان يتبع ما فيه له منفعة ويترك ما فيه مضرة. أما هذا الإنسان فهو بالعكس، إلا من رحم الله عز وجل، فهو يترك ما فيه منفعته ويأخذ ما فيه مضرته. ولهذا قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل سبيل من الأنعام، لأن الأنعام تأخذ ما ينفعها تترك ما يضرها، فطرة وطبيعة فيها. ما هذا الإنسان فهو بالعكس. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لا يفقهون فقها ينفعهم ولا يسمعون سماعا ينفعهم ولا يبصرون ما فيه سعادتهم، ولا هم يبصرون البصر الذي الذي هو رؤية الأشياء ينظرون إليها ويسمعون الأصوات، ما فيهم صمم ولا فيهم عمى، لكنهم لا يستعملون هذه الحواس فيما ينفعهم، فيقبلون على سماع كلام الله وكلام رسوله كلام أهل العلم والناصحين، وإنما يستمعون إلى ما يضرهم، إلى الأغاني والمزامير، إلى دعاة الضلال وقادة الفتنة. بالعكس. نعم. ولكن يغلط في أكثر الناس غلطا قبيحا فيفسد الحصول بما يعقب عليه أعظم ملكا. نعم، بعض الناس يريد المنفعة، لكن ينظر في هذه المنفعة هل هي منفعة صحيحة وعاقبتها حميدة، أو هي منفعة عاجلة وضرتها أكثر وعاقبتها أسوأ. فبعض الناس يؤثر لذة عاجلة على عاقبة سيئة، يرتكب الزنا، يشرب الخمر، يتعاطى الدخان، المسكرات، المخدرات، زعمه أنه يتلذذ بها. قد يكون فيها لذة، لكن ينظر إلى العواقب. والمنفعة إذا كان فيها مضرة أكثر تترك المنفعة، إذا كانت مضرة الشيء أكثر من منفعته يترك، أو كانت متساوية، مضرته ومنفعته متساوية يترك. أما إذا كان بالعكس منفعته أكثر من مضرته، منفعته راجحة، أو هو منفعة خالصة ليس معها مضرة، فهذا مطلوب. الواجب أن الإنسان يفكر في الأشياء ويوازن بين المنافع والمضار قبل أن يقدم على شيء، هذا هو الواجب على الإنسان، ولا يتبع هواه ويتبع نفسه الأمارة بالسوء، لا يتبع أعداءه دعاة الضلال. ما يكون الإنسان يلغي عقله ويلغي تفكيره، بل يفكر في الأمور، يوازن بين المضار والمنافع والعواقب،
يقول الشاعر: وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. هو بيارد يشرب فقط ولا يناظر للصدر كيف يصدر من هذا، يوازن. نعم. فيقصد حصول اللذة لما ينصب عليه أعظم الحياة، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. وهذا شأن من قصر نظره على العاشر ولم يلاحظ العواقب. لم يلاحظ العواقب والأمور بعواقبها، ما هو ينظر إلى العاجل فقط، لكن ينظر إلى العاقبة والمنتهى. نعم. قد يكون الإنسان يكره شيء لكن عاقبته حميدة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. القتال في سبيل الله هذا تكرهه النفوس لأنه فيه جراح وفيه قتل وفيه خطر، لكن عاقبته خير، تميل إلى الراحة وإلى ترك الجهاد وتستريح، لكن هذا شر لأنه يتسلط الكفار عليه، ربما يحولونه عن دينه، إما بالقوة وإما بالرغبة يحولونه عن دينه، فهو يريد التخلص من أعدائه. وإن كان في ذلك ما تكرهه نفسه فإن عاقبته حميدة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا النظر إلى ما تكرهه النفس أو تحبه النفس، لكن النظر في العواقب والمآلات. نعم. وخاصة العقل النظر في العواقب. نعم. فأعقل الناس من أنكر لذته وراحته العاجلة دائما على العاجلة من قضية الدائمة، وأسخط الخلق من باع نعيم الأبد. ولذلك المسلم يصوم، يترك شهواته في الصيام، يترك الأكل والشرب والملذات، لأنه يرجو عاقبتها، يؤثر العاقبة على اللذة الحاضرة. الصيام ما في شك أنه حرمان للنفس، لكن عاقبته خير لها. فالطبيب مثلا يعطي المريض دواء كريها، كريه المذاق، لأن فيه عاقبة حميدة وفيه سبب للشفاء. نعم. وأسخط الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنقص فيها ولا نقص بوجه منها بلذة منقضية مشوبة بالآلام والمنطق، وهي سريعة الزوال وشدة الانقضاء. نعم. هذا أقل الناس عقلا، الذي ينظر إلى اللذة الحاضرة ولا ينظر إلى العاقبة السيئة، وينظر إلى المشقة الحاضرة والمكاره الحاضرة ولا ينظر إلى العواقب الحميدة، ما يوازن بين هذا وهذا. نعم. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء ورأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلف طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن أنفسهم، فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المضيئة، وهذا بالزهو واللعب. فقلت: هذا مطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، فلعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، ولقر في جميع هذه الزوج كلها قريبا وصلت إليه، شدة الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثاره وصحبه على كل شيء.
فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظهر بحظ العاجل الذي لا فرج معه، وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته كل شيء، وإن ظهر بحظه من الدنيا ناله على أهله الوجود. فليس للعبد أنفع من هذه الطرق ولا أوصل منها إلى رغبته وبهجته وسعادته بالله التوفيق. نعم. فصوره المحبوب قسمان، محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. والمحبوب لغيره لا بد ان ينتهي الى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال، وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره، وليس شيء يحب لنفسه الا الله وحده، وكل ما سواه مما يحب فانما محبته تبع لمحبه الرب تبارك وتعالى كمحبه ملائكته وانبيائه واوليائه، فانها تبع لمحبته سبحانه وهي من لوازم محبته، فان محبه المحبوب توجب محبه ما يحبه، وهذا موضع يجب الاعتناء به، فانه محبه فرقان بين المحبه النافعه لغيره والمحبه التي لا تنفع وقد تضره. نعم. المحبة قسم، المحبوبات على قسمين، قسم يحب لذاته وهو الله سبحانه وتعالى ومن يحبه الله، هذا يحب لذاته، وقسم يحب لغيره، يحب لغيره، وهذا ينظر فيه ويوازن بين حاضره ومستقبله، ينظر بين حاضره ومستقبله أيهما أحسن وأيهما أنفع، فالعبد يفكر في هذه الأمور ولا يندفع مع محبوباته دون أن ينظر فيها وفي عواقبها ومآلاتها، فيأخذ منها ما تكون عاقبته حميدة ويترك ما كانت عاقبته سيئة، ما يتبع شهوة نفسه مطلقا بل ينظر في هذا. نعم. فاعلم أنه لا يحق لذاته إلا ما كان كماله من لوازم ذاته، وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته، وما سواه فإنما يضر ويبقى لمنافاته محاقه وتفضلاته لها، وضره وحرارته بحسب قوة هذه المنافات وضعفها، فما كان أشد منافات المحبة كان أشد كراهة من المعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيره، فهذا ميزان عالي توزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته وعداله. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب الرب كان أحب إليه وأكثر عنده، وكلما كان أفضل إليه كان أفضل إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. نعم. المحبة موجودة في كل الناس، في كل الناس، لكن ينظر في هذا المحبوب هل هو يحب لذاته أو يحب لغيره، فإن كان يحب لذاته وهو الرب سبحانه وتعالى ومن يحبه الرب فهذا أمر محمود، كونك تحب هذا هو الأصل، وإذا أحببته أطعته، الذين آمنوا أشد حبا لله، والكفار عندهم الأصنام أشد من حبهم لله، يحبونها أكثر من حبهم لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة المؤمنين لله تبقى آثارها في الدنيا والآخرة، محبة غير الله تؤول إلى شر وإلى عداوة بين المحبوب والمحب، كما قال سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يعني رجوع إلى الدنيا، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ما هم بخارجين من النار. فإذا أحببت غير الله فإنه هذا الغير الذي أحببته يكون عدوا لك يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. محبة الله ومحبة رسله وأنبيائه وعباده الصالحين تبقى ويكونون أحبة في الآخرة أيضا، متحابون في الدنيا في الله يكونون أحبة في الآخرة، يحب بعضهم بعضا، تتصل محبتهم إخوانا على سرر متقابلين. أما من أحب في غير الله تنقلب محبته عداوة، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فواكم النار ما لكم من ناصر. فالنظر إلى العواقب، فهؤلاء أحبوا غير الله فصار محبوبهم عدوا لهم يوم القيامة تبرأ منهم، وهؤلاء أحبوا الله وأحبوا عباده الصالحين فاستمرت محبتهم لا تنقطع أبدا. نعم. تتمسك بهذا الأصل في نفسك وفي غيرك. نعم. الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد حابه ومصداقه، وليست بكثرة الصوم ولا صلاة ولا زمن السفر ولا رياضة. والمحبوب لغيره قسمان أيضا، أحدهم ما يتفضل محزه بإدراكه ونصره، والثاني ما يتأمل منه ولكن يحتمله لإطلاعه إلى المحبوب كشرب الدواء. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو حر لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه كراهة نفسية، ما هي كراهة دينية. لو أن أحد يكره القتال كراهة دينية صار مرتدا، لأنه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. إذا كان يكره القتال كراهية دينية هذا كفر. أما إذا كان يكرهه كراهية نفسية يعني فيه مشقة فهذا لا يؤاخذ على هذا، بل إذا تغلب على نفسه يثاب ويحمد. إذا تغلب على نفسه وفعل ما تكرهه من القتال والصيام والصلاة فهذا يؤول إلى خير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. فأخبر سبحانه أن القتال محبوب لكم، مع أنه خير لكم لإفضائه إلى الأعظم محبوب وأنفعه. نعم. والنفوس تحس الراحة والدعة والرفاهية، وذلك شر لها لإفضائه إلى الفرج على المحبوب. الفرق بين من يقوم الليل ويتهجد وبين من ينام كل الليل أن هذا آثر العاقبة على النوم. النوم محبوب مطلوب، لكن هو آثر ما هو خير منه. وقام يصلي ويتهجد تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وذاك نام كل الليل، أطاع نفسه، حرم من الخير. هو استراح يعني حاضرا، لكنه سيتعب مستقبلا، سيتعب مستقبلا. نعم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. العاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيرضاه، وألم المكروه العاجل فيرضى عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته بعض ما لم يكن. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروه بما يعقبهم من ذنب لذته وإن كانوا منقطعا. نعم. مكروهم يوصل إلى محبوب، ومكروهم يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب.
فالمحبوب الموصل الى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، والمحبوب الموصل الى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الطرف من وجهين. بقي قسمان اخران يتجاوزان الداعيين، وهما قطره الابتداء والامتحان، النفس تظهر اقرب ما جوار منها وهو العاجل، والعقل والايمان يظهر انفعهما واضرارهما، والقلب بين الداعيين، وهو الى هذا مضى والى هذا مضى. وهنا محل الابتداء شرعا وقدرا، فداعي العقل والايمان ينادي كل وقت اي على الفلاح، ان الصباح يحمد الضر ان الصباح يحمد الضر الصغر، وفي الممات يحمد العبد الكفر، فان اشتد غلام النجم اشتد غلام غير المحبه، وتحكم سلطان الشهوه والاراده، يقول يا نفس اصبري فما هي الا ساعه ثم تنقضي، ويذكر هذا كله ويجمل. نعم. وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية عند الله ورسوله. كما أن أصل فأصل وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية عند الله ورسوله. أين؟ كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله، وتزاحم هذه المحبة أو شهرة تمنع كمال التصديق، فهي معارضة لأصل الإيمان أو ضعيف الإيمان. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا أو شركا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله، وأثرت فيه ضعفا وصدورا في العزيمة والقلب، وهي تحجب الواصل وتقطع الإرادة وتنفس الله، فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المدركين أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لا يصح لقليل الله هذه الموالاة والقربة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا لله، ولا أخذ ولاء إلا بالدعاء من كل معبود سواه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معكم، إذ قالوا لقومهم مما هو آخر منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، المؤمن يحب ما يحبه الله وما ومن يحبه الله، يحب الله عز وجل ويحب طاعته ويحب أولياءه ويعادي أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس إليه، فيغلب محبة الله على محبة القرابة والنسب، هذه علامة الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهم يحبون في الله ويعادون في الله، يحبون في الله يحبون المؤمنين ولو كانوا ليسوا أقارب لهم، ولو كانوا من جنس آخر، من العرب أو من العجم أو من السود أو من البيض، ما يهم هذا، يهمه من يحبه الله، من يحبه الله فإنه يحبه تبعا لمحبة الله، ويبغض من يبغضه الله ولو كان أقرب الناس إليه نسبا. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما هو المدار على رغبة النفس، وإنما المدار على ما يحبه الله ورسوله. وإن كانت نفسك تنفر منه في أول الأمر
فإنك ترتاح معه في المستقبل. وأما بالعكس إذا كانت نفسك تطمئن إلى شيء وهو من سخط الله فإن نفسك تتعب معه في المستقبل. نعم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه، تبرأ من أبيه وهو أقرب الناس إليه، مع أنه بذل الجهد في نصحه و يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن تكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك تبعني أهدك صراطا سويا. كان فيه عطف عليه في الأول ويريد له النجاة، فلما رأى أنه لا يقبل عاداه وتبرأ منه، تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. نعم. قال تعالى: قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعل أثنى في عقبه لعله. نعم. بقيت هذه الخصلة العظيمة في عقب إبراهيم عليه السلام، فلا يزال منهم من يعبد الله وحده لا شريك له ويحب أولياء الله ويبغض أعداء الله، لا يزال في ذريته، جعلها كلمة باقية في عقبه. فيهم الأنبياء، فيهم الصالحون، وفيهم لا يزال هذا فيهم ميراث، ميراث ورثوه من أبيهم إبراهيم عليه السلام. نعم. أي جعل هذه المؤاناة لله والبراءة من كل معبود، والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه، يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام أتباعه إلى يوم القيامة. كلمة يعني كلمة لا إله إلا الله وما يتبعها من الولاء والبراء والمحبة والبغض نعم، والفعل والترك كله يتبع لا إله إلا الله. نعم. وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، فطبق عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الجنة صفة القبلة، وجودت سيوف الجهاد، وهي محو حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للذنب والأموال والكلية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المشهور الذي لا يشرب أحد من جنة إلا الجنة عباده. كلمة لا إله إلا الله، لكن ليس مجرد الكلمة، كل النبي يقول لا إله إلا الله بلسانه، لكن المقصود تحقيق هذه الكلمة، تحقيق هذه الكلمة، معرفة معناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. أما مجرد التلفظ بها فهذا ما يكفي، قد يكفي في الدنيا يعصم دمه يحقن دمه مثل المنافقين، لكن ما تنفعه في الآخرة، ما تنفعه عند الله عز وجل إلا إذا استقام عليها وحققها وأتى بشروطها وأركانها. هي كلمة عظيمة لكن وقليلة اللفظ، لا إله إلا الله يعني ما تأخذ منك ولا ثانية، لكن الشأن في تحقيقها، الشأن في تحقيقها والعمل بها، هذا هو الشأن. نعم. إذا قالها من قلبه ومات عليها يدخل الجنة، إذا قالها من قلبه عند الموت مخلصا لله يدخل بها الجنة. أما مجرد قولها باللسان من دون تفكر في معناها ومن دون عمل بمقتضاها هذه ما تنفع. قد إن الإنسان يدخل بها في عصمة الدم والمال في الدنيا مثل المنافقين، لكن في الآخرة لا يكون لهم حظ ولا نصيب من الآخرة. إنما المؤمن الذي يقولها حقا هو الذي يسعد بها في الدنيا وفي الآخرة. فهي كلمة عظيمة لكن تحتاج إلى فقه، تحتاج
تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى دراسة وإلى عمل، هي مجرد لفظ يقال باللسان فقط، يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر، يا يدعو الأموات ويستغيث بهم، ما تنفع لا إله إلا الله، لأنه لم يعمل بها بل عمل بضدها، يدعو غير الله ويشرك بالله عز وجل، لا تنفعه لا إله إلا الله. وكذلك إذا فعل المعاصي تنقص هذه الكلمة، تنقص هذه الكلمة، قد لا يبقى له إلا جزاء يسير، أو تذهب بجزاء بثوابه كله إذا كان عنده سيئات راجحة، فهي كلمة عظيمة لكن تحتاج إلى فقه في معناها وعمل بمقتضاها والتزام لما تدل عليه، التزام لما تدل عليه وتدعو إليه. ولذلك قامت بها السماوات والأرض، لأنها كلمة حق، كلمة عدل، وهي العروة الوثقى لا انفصام لها، وهي كلمة التقوى. نعم. صوف هذه الكلمة والصدق إفراد الله في جنة النار وتقدست أسماءه وتبارك اسمه. نقف على هذا، أسر هذه الكلمة. نعم. نعم. يعني عند الصوفية يعني لهم أحوال ولهم أحوال واصطلاحات، هذه كلها ما تجدي شيء، كلها ما تجدي شيء، يعملون أعمال وقد يرتكبون أشياء، قد يرتكبون أشياء من المشاق، من المشاق وإتعاب النفوس، لكنهم على غير هدى فلا ينفعهم شيئا. نعم. نعم. مثل الكفر، مثل الكفر والشرك، يوصل إلى مكروه، يوصل إلى النار. نعم.